بسم الله الرحمن الرحيم. راح نستكمل ان شاء الله اليوم العلاقه بين الاقتران الاسي والاقتران اللوغاريتمي لنفس الاساس. طبعا احنا بنعرف انه الاقتران الاسي انه هي داله اسيه، بمعنى لو جينا هنا اطلعنا على العلاقه او الداله او المعادله اكس بتساوي اي اس واي، هاي لو بدنا نيجي نحولها لدالة أو لاقتران لوغاريتمي راح نتبع خطوات بسيطة. هي بمعنى إنه لو جينا أخذنا النتيجة، لو اعتبرنا هذه هي النتيجة x هي للدالة الأسية a أس y، الأساس y، الأس الأساس a، الأس y، النتيجة x. لو جينا أخذنا لوغاريتم الطبيعة أو لوغاريتم العادي للأساس a اللي هي الأساس اللي عندي a للنتيجة x، المقدار هذا كله راح يساوي اللي هو النتيجة مين؟ النتيجة اللي هو الأس y. بمعنى لو جينا عرفناها بطريقة الألفاظ هنقول إنه العدد اللي هو النتيجة اللي سميناه النتيجة هيكون هو الأساس بيساوي الأساس، وهنا عندي اللي هو الأس تبعه. لما نحول هذه الدالة الأسية إلى دالة لوغاريتمية هيكون نيجي ناخد اللوغاريتم للعدد اللي هو النتيجة عند الأساس اللي هو A هيساوي مين؟ الأس، هيساوي الأس. نشوف مثال على اللي هو التحويل من الصورة الأسية للوغاريتمية والعكس. لو جينا أخذنا المعادلة الأولى عندي، المعادلة الأولى بتقول إنه لوغاريتم الثمانية للأساس A أو لوغاريتم الثمانية للأساس A بيساوي كام؟ 3. بدنا نحولها لمعادلة أسية. هنيجي نقول هناخد اللي هو الأساس عندي 2، الأساس 2، الأس تبعه هنطلع أس 3، أس النتيجة اللي هي كانت مين عندي؟ اللي هي Y، أس النتيجة 3، الجواب تبعه او حيطلع مين عندي اللي هو كام؟ 8. الاساس الكام حيطلع عندي اللي هو 8. طبعا هاي العدد اللي هو اللي احنا العدد اللي احنا بدنا نحاوله او بدنا نشوف قيمه اللوغاريتم تبعه عند الاساس كام؟ الاساس 2. ناخذ المثال الثاني اللي هو عندي 10 اس 3 بساوي كام؟ بساوي 1000. طيب بدنا نيجي نحول هذا لدالة أو لصيغة لوغاريتمية، هنيجي نقول لوغاريتم لمين؟ لوغاريتم للعدد 1000 عند الأساس A اللي هو 10، النتيجة بتساوي كام؟ 3. النتيجة بتساوي كام؟ 3. إذا نعيدها ثاني، لوغاريتم للعدد 1000 للعدد اللي هو اللي كان عندي اللي هو بنسميه النتيجة، العدد 1000 بده يساوي اللوغاريتم او اللوغاريتم العدد 1000 بيساوي للاساس 10، هيساوي مين؟ هيساوي الاس. طبعا المثال الثالث بيقول لي انه لوغاريتم، لو جينا طلعنا هنا لوغاريتم للواحد من 100 للاساس 10 بيساوي سالب 2. حول لي اياها للصيغه، نيجي نحولها للصيغه اللي هي الاسيه. هنيجي نقول هنا اللوغاريتم للأساس 10 للعدد 1 من 100 بساوي سالب 2، هي بمعنى أنه 10 اللي هو الأساس أس سالب 2 حيساوي مين؟ حيساوي اللي هو العدد يلي عندي اللي هو 1 من 100. بمعنى أنه 10 أس سالب 2 طبعا المدام عندي اللي هو الأس سالب، هذه ممكن تصير ايش؟ نقلبها وتصير مقلوب العدد 1 على 10 اس 2، هذه 1 على 10 اس 2 اللي هي 1 على 100 اللي هي بتساوي 1 من 100. نشوف المثال الثاني اللي عندي، بقول لي اوجد قيم اللوغاريتمات التاليه. عندي اللوغاريتم للاساس 3 للعدد 27، هذا المقدار كله بدي أسويه، أقول كام قيمته أو بدي أوجد قيمته، بروح بفرض إنه بيساوي قيمة معينة اسمها X، بنسميها X. يعني لوغاريتم 27 للأساس 3 بيساوي X. هنيجي نقول 3 أس X
بيساوي كام؟ 27. 3 أس إكس بده يساوي 27، اللي هو بده يساوي ال 27. طبعا أنا بقدر أحطها على صورة 3 أس رقم معين، 3 أس 3 هي 27، 3 في 3 في 3، فبتطلع عندي 3 أس 3 بده يساوي كام؟ تساوي كام؟ 3 أس إكس. منها بقدر أقول إنه عندما تتساوى الأساسات الأسس راح تكون مالها متساوية، راح تكون الأسس متساوية، وبالتالي إنه الإكس بتساوي كام؟ 3. إذا مقدار هذا الدالة اللوغاريتمية بساوي كام؟ اللي افترضتها إكس أنا بتساوي كام؟ 3. إذا نيجي نشوف المثال الثاني. بدنا اللوغاريتم ال 64 للأساس 2. حفترض انها زي ما حكينا في المثال رقم 1 انها بتساوي كام؟ اكس. وبالتالي 2 اللي هو الاساس 2 اس اكس النتيجة بتساوي كام؟ العدد 64. بدي احط ال 64 على شكل 2 اس قيمة معينة. هنلاحظ انه ال 64 هي 2 اس 6، وبالتالي عندي الاساسات متساوية، اذا الاسس راح تكون متساوية بحكم التساوي بين المقدارين. إذا x بدها تساوي كام؟ 6. نشوف المثال الثالث اللي هي اللوغاريتم للواحد على 125 للأساس كام؟ 5. بدها تساوي، بنفترض إنها بتساوي x. إذا حنيجي نقول إنه 5 أس x بدها تساوي 1 على 125. طيب 125 هي 1 على 5 أس 3، أو 125 هي 5 أس 3، هي 5 في 5 في 5. إذا حنيجي نطلع 1 على 5 أس 3 بدي أطلعها فوق إلى البسط عشان تصير عندي 5 أس ناقص 3، وبالتالي بصير عندي الأساسات متساوية. إذا الإكس بتساوي كام؟ ناقص 3. نقدر نحصل على النتيجة. في عندي بعض قوانين الأسس اللي سبق درسناها ومرت علينا في اللي هو السنين السابقة. من قوانين الأسس إنه في حالة ضرب مقدارين الأساس متساوي، أو A أس X في A أس Y، فهذه معناته إنه بتساوي، بنجمع الأسس في الحالة هذه إنه A بتساوي، أو A أس X في A أس Y هتساوي A أس X زائد ال Y. نجمع مين؟ نجمع اللي هو الأسس. طيب في حالة ما يكون عندي قسمة ال A أس Y على A، أو A أس X على A أس Y، في الحالة هذه كأني برفع المقدار هذا فوق، بصير عندي A أس ناقص Y، A أس ناقص Y، فبصير عندي A في A على حسب القاعدة الأولى، بدي أجمع الأسس، هتصير عندي A أس X زائد الناقص Y، وبالتالي هي نفسها A أس X ناقص Y. إذا طبعاً الـ A مش لازم تكون بتساوي صفر. تمام. اذا نيجي للي هو القاعده الثالثه اللي هو A على B اس X. طبعا هذه على طول مباشره بنقدر نوزع اللي هو الاس على البسط وعلى المقام، فبدها تصير A اس X على B اس X. طبعا A اس 0 او اي عدد اس 0 هو بيساوي كام؟ 1. هذه قاعده كثير مهمه اللي ممكن نشوف منها بعض القوانين بعد. في عندي اللي هو انا بفضل انه ال A أس 0 بتساوي 1 انه تثبتوها على قاعدة A أس X و A أس Y، بمعنى انه ناخذ مقدارين هنا نثبت انه ناخذ مقدارين متساويين، بمعنى انه A أس X ناقص X، ال X ناقص X هي 0، وبالتالي هي نفسها A أس X على A أس X، وبالتالي حتساوي كام؟ 1. هذا إثبات إنه A أس 0 بتساوي 1. نيجي هنا إنه لما يكون الـ X بتساوي الـ Y، فالـ A أس X حتساوي الـ A أس Y، بشرط إنه الـ A لا تساوي كام؟ لا تساوي اللي هو الواحد. عندي الـ A بتساوي الـ B، هذا بأدي إلى إنه A أس X حتساوي B أس X، بشرط إنه الـ X ما بتساويش طبعاً اللي هو الصفر. في عندي رقم 7، علاقة رقم 7، A أس X في B أس X هي نفسها
لانه الاس واحد فيها بقدر اقول انه هي بتساوي a في b اس اكس، او نبدا من اللي هو من اليسار ونروح لليمين، a في b اس اكس حتساوي a اس اكس في b اس اكس. رقم 8 ال a ما بتساويش صفر، ال a اس ناقص اكس هي 1 على a اس اكس، وشفناها هنا انه a اس واي طلعناها فوق صارت a اس ناقص واي، فصارت a اس اكس ضرب a اس ناقص واي، بنجمعها على حسب القاعده الاولى فبتصير عندي a اس اكس ناقص واي. تقريبا القوانين واضحه من بعضها على حسب قاعدتين او ثلاثه. في عندي بعض قوانين اللوغاريتمات، هنا قوانين الاسس، هنا نشوف قوانين اللوغاريتمات. لو اخترنا اي عددين x وy اكبر من الصفر، فاللوغاريتم للاكس والواي مضروبات للاساس a حيساوي لوغاريتم الاكس زائد لوغاريتم اللي هو الواي. طبعا الاكس على الواي حتكون بتساوي لوغاريتم الاكس ناقص لوغاريتم الواي للاساس a الموجود عندي معرف عندي في اللي هو الطرف الايسر. في عندي لوغاريتم الاكس اس واي، هذه حتساوي الواي حتطلع برا اللوغاريتم، حتصير لوغاريتم الاكس لمين؟ للاساس a، بحيث انه لاي عدد طبعا اللي هو a ما بيساويش اللي هو لا تساوي، او لاي j لا تساوي، لاي عدد j لا يساوي صفر، او لاي عدد y عفوا لا يساوي صفر، لانه لو كان مضروب الواي بيساوي صفر فحيكون هذا المقدار كله بيساوي كام؟ اللي هو صفر. طيب نيجي هنا للوغاريتم للواحد على اكس. طيب طبعا طبيعه الحال لو اخذنا الاكس طلعناها في البسط ايش راح يصير عندي؟ حتصير عندي لوغاريتم الاكس اس سالب واحد، على حسب القاعده رقم ثلاثه السالب واحد بيطلع برا اللوغاريتم، فحتصير عندي ناقص واحد لوغاريتم اللي هو مين؟ الاكس للاساس a، يعني رقم 4 مشتقة من الرقم 3، مشتقة من الرقم 3. عند y اللي هو لو عوضنا عند y بتساوي 0 في القانون رقم 3، أخذنا ال y بصفر، أي مقدار أس 0 هو حيساوي كام؟ 1، وحيساوي كام؟ 1. فهنيجي هنا هنلاحظ إنه y بتساوي 0، إذا كانت الواي بتساوي صفر فالمقدار هذا كله راح يساوي كام؟ صفر، وبالتالي بنقدر نقول إنه لوغاريتم الواحد للأساس A دائما بيساوي كام؟ اللي هو صفر. طيب لوغاريتم الـ A للأساس A حيساوي واحد، لأي أساس وأي أس؟ لاحظ إنه لو رجعنا الرقم 6 هذه رجعناها لدالة أسية، كيف حتكون شكلها؟ حيكون اللي هو A أس واحد بيساوي كام؟ النتيجة A، وبالتالي نعكسها على شكل دالة لوغاريتمية، حتصير لوغاريتم الـ A للأساس A حيساوي كام؟ واحد. هذه من شكل الدالة الأسية، من شكل الدالة الأسية. منها بقدر أقول إنه لو كان لن الـ E، طبعاً اللن هي نفسها مين؟ اللوغاريتم. اللن للأساس معروف، حالة خاصة للأساس مين؟ للأساس E. وبالتالي لن الـ E للأساس E اللي هو العدد النيبيري حيساوي كام؟ واحد. لو حولناها لدالة لوغاريتمية بهذا الشكل، لوغاريتم الـ E للأساس E حيساوي واحد. رجعها لدالة أسية، E أس واحد أو أي رقم أس واحد حيساوي كام؟ اللي هو E. هنيجي لرقم 7. طبعا هذه التحويل من اللوغاريتم اللي هو اللوغاريتم الطبيعي او اللوغاريتم العادي الى اللوغاريتم كان طبيعي. هنلاقي انه لوغاريتم الاكس للاساس a حيساوي لن الاكس على مين؟ على لن الاي. انا بفضل انه هذه تشوفوا لي الها اثباتها، كيف بنثبتها؟ كيف بنثبتها؟ حاولوا تثبتوها عندكم على ورقه. لن الاي، لن هي اللوغاريتم، ولكن للاساس فقط، للاساس مين؟ للاساس اي، وبالتالي بنقول عنها لوغاريتم طبيعي، لوغاريتم طبيعي. فلن الاي اس اكس حتساوي مباشره الاكس حتطلع برا، حتصير عندي لن الاي للاساس اي هي واحد، وبالتالي النتيجه حتكون كام؟ اكس. في عندي قاعده ثانيه رقم 9، اي اس لن الاكس برضه حتساوي مين؟ حتساوي اكس. خذ اللن للطرفين، خذ اللن للطرفين، هتلاحظ انه لن الاكس حتساوي لن الاكس، حتنحل معك المعادله ويطلع اي اس لن الاكس بيساوي كام؟ اكس. برضه حاولوا تشتغلوها
على ورقة جانبية. هنا نفس الشيء A استوغاريتم للأساس A للعدد X برضو حيساوي X، ما فرقتش كثير عن اللي هو A أس لن X. هنا الأساس A والأساس A عندي وعندي العدد كام A، فاللوغاريتم للX للأساس A للA حيساوي اللي هو مين الX. لو أخذنا اللوج للطرفين هيطلع هذا المقدار برا للأساس A، فهيطلع عندي لوج بيساوي لوج الX بيساوي لوج لوج الX. نيجي ناخذ أمثلة، أو بقول لي بسط ما يلي في مثال رقم 10. بسط ما يلي، ناخذ رقم 1 اللي هو بقول اللوغاريتم للأربعة أس إكس للأساس مين؟ للأساس 4. طيب هاي طبعا 4 و4 عندي الإكس مالها هتطلع برا اللي هو من قانون رقم 3. نرجع لقانون رقم 3 نشوفه اللي هو للأساس A الإكس أس واي، هتطلع الواي برا وهيطلع عندي لوغاريتم الA لوغاريتم الإكس للأساس A. هنيجي هنا هنلاحظ انه ومن قانون رقم 6 طبعا هيكون عندي اللوغاريتم الأربعة أس إكس للأساس 4، الإكس بتطلع برا بضل عندي لوغاريتم الأربعة للأساس 4 اللي هي بتساوي كام من القاعدة رقم 6؟ بتساوي كام؟ 1. وبالتالي إكس في 1 بيساوي إكس. نشوف اللي هو مثال رقم 2 أو 3، نشوف فين كلهم نمشي عليه. رقم 2 بيقول لي لوغاريتم للأساس 3 للستة إكس تربيع واي أس 3. طبعا هستخدم هنا في البداية اللي هو قانون ضرب المقدار.